بالله، لك انت عفريت ولا شو قصتك؟ عم تطلع لي بكل مكان؟ افطار اماراتي من الطراز الاصيل، كيف يعني 5 أكلات ب85 درهم؟ يا مرحبا وحياكم الله ورمضان كريم عليكم وين ما كنتوا عم تشوفونا. حلقة جديدة وتحدي جديد من بان مع كنان بلشت هلأ. مثل ما شفتوا الرجل الغامض أعطاني تحدي 5 أكلات إماراتية ب85 درهم. يا ترى عن جد في مطعم بيقدم سفرة إماراتية ب85 درهم؟ رح نشوف. بس قبل خليني أذكركم بالهدف من البرنامج اللي هو إظهار التنوع الثقافي والحضاري والتراثي لكل بلدان العالم هون بالإمارات. أما هلأ خلينا نفوت على مطعم الكبابة ونتعرف على أبو جاسم. يا حي الله ابو جاسم، كيفك؟ الله يسعدك. كيفك؟ الحمد لله بخير. اكثر بني ادم انا بسمع عنه قبل ما اجي على هذا المطعم يا جماعه. تسلم حبيبي، تسلم ابو جاسم. عندي تحدي 5 أكلات اماراتيه. يا سلام. من السفره الاماراتيه. ايه. تمام. ب 85 درهم وبدي فوز. 85 درهم. تمام. أوكي. بدك تعد معي. اوكي. عرسيه. اوكي. مجبوس روبيان وحبار. اوكي. ثريد دي اي. اوكي. هريس لحم. اوكي. واخر واحده سمبوسة. 85. بس وصلت. وجاسم. آه. ابغى افوز. بنشوف. خلاص بنشوف. يلا حياك. خليني اياك. يعني ابو جاسم واخيرا اجينا على المطبخ الخاص فيك. واخيرا الحين براويك اليوم الطبخ الفنان الرهيب عن جد وهالسيت اب الرائع كله. يا حاضرين حاضرين. 5 أكلات ابو جاسم. 5 أكلات اخوي في 10 دقائق بنخلص. يلا شو بدنا نبلش اول شيء؟ اليوم التقطيع عليك اخوي. ايوه انت اللي تقطع. انا بس اراويك. طيب نبدا اول شيء بالسمبوسه. تمام. طبعا عندنا رقائق السمبوسه. تمام. والطحين هذا عشان يود الطحين. شو حاطط غير طحين ومي؟ بس مي. تمام. إيه مشان فورا تسكر. وعندنا هني الجشيد، نسوي سمبوسه الجشيد. الجشيد شو الجشيد؟ الجشيد اللي هو قرش البحر. قرش البحر نسميه احنا ولد الولد. تمام. القرش يكون يعني صغير مره. تمام. نسميه احنا يريور ولد الولد اصلا. كيف بيصير بهذا الشكل؟ هاي ذي احنا نحمسها اول شيء. اوكي. نحمسها نسويها خلطه مع شو؟ بهارات. مع بهارات. مع تمام. بهارات يعني بس بهارات. هاي خاصة فيكم هون. هاي خاصة يعني طبخة إماراتية يعني. تمام تمام. انزين ونبدأ بالسمبوسة أول شيء. خلنا نجرب واحدة. أيوة. تمام. أمسك أنت واحدة وأنا واحدة وعلمني. يلا يلا. سمبوسة. تمام. نحطي الله يسلمك شوية. نحط لهم جشيل كذي. تمام. بهاي الكمية. أوكي. تحطي تحت. أوكي. وتلف كذي. هاي اول واحدة. اول لفه كذي بس هيك. اوكي. بعدين كذي. والله اني انا سريع التعلم. ايه بعد هيك. اوكي كمل. بعدين علي. هيك. ايوه. بعدين اسكرها. هاي احلى سمبوسه هاي عشان تعرف. بس فورا. بعدين سكرها بالطحين والمويه. ايوه تمام. ان شاء الله ما تفتح معي هلا بالزيت بس لازم تزبط. امورك طيبه. بس خلاص هاي احلى يعني قطعه. يعني هي اذا ما حدا اكل انا باكلها. هاي احلى قطعه بتكون. هي اذا ما حدا اكل انا راح اكلها. بس امورك طيبه. وش وشنا على العزيت نزل الشيف علي. اول شيء الشيف علي تعال. يلا وين الشيف عشان علي؟ يخلص الجشيد السمبوسه. بس نحن هيك نحن هي. شرحنا لهم شو هي الامور طيبه. ننتقل لل مجبوس نغر وربيان. يعني مجبوس الروبيان والحبار. نحن بنقول له حبار. النغر هو الحبار. نحن بنقول له حبار. أيوة. طيب اول شيء شو مكوناته؟ عندنا هنا الروبيان. تمام. اوكي. وعندنا هني النغر. هني عندنا الطماطه وهي الحبار. اوكي. وهي الطماطم. اوكي تمام. وشو هاد؟ وعندنا اللومي. هني اللومي اليابس. اللومي بس انا شايف شيء مطحون. هذا لومي مطحون عشان الحموضه. تمام. وعندنا هني اللومي اليابس. شو هاد؟ شو بيفرق عن هاد؟ هذا يعطي الاكل نوخه مثل ما تقول. يعني طعمه حلوه يعني. تمام.
اي نعم. وهذول كمان الثوم والزنجبيل. تعرف السي فود لازم ثوم وزنجبيل اكيد 100%. بس أوكي. انا بدي ورجيهم للمشاهدين على الكاميرا أوكي. كل مكوناتنا اللي حضرناها لليوم تمام. وهي هني عندنا الكزبره الكزبره وورق الغار، وهي البصل، وهني عندنا العيش، العيش عيش البسمتي الطويل هو منقوع مشان تشوفوا انه هو منقوع ومحضر. نعم. عندك الكزبره الكركم الفلفل الاحمر الفلفل الاسود بزار وكمون خفيف خالصين، رشة كمون على رشة كمون والملح تبعتنا يعني لا الأسوار. الملح لابد منه بدون ملح بعد اكيد 100%. نعم نعم. خلينا نبلش اليوم شو اول شيء؟ اول شيء بالبصل الله يسلمك يا. طبعا اول شيء في الجدر لازم نحط البهارات الثابته. احنا نحط البصل بسم الله حطه مثل ما هو كله. ايوه 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 يا ها. بعدها انت لازم تيود أيوة. الخشب وانا بجيب لك المكونات تمام. الحمر البصل ليه ما يستوي احمر. هاي المعلقه لإلك؟ نعم نعم باسمي انا. ايوه زين تمام. بس يستوي شو بنزيد فوقه؟ من يستوي شوي احمر نحط عليه الطماط وباقي الخضروات. عطيه طماط الله يسلمك. ايوه ما نكثر من الطماط وايد خفيف يعني تمام. ايوه غيره الحين نحط الكزبره الله يسلمك وورق الغار خفيفه. ايوه اوكي. نحط اللوم اليابس الله يسلمك لابد منه. أيوة. بس لازم شو صبعك شويه ايوه عشان الريحه تطلع منه. ايوه اي نعم. والثوم الزنجبيل لازم مع السي فود الثوم الزنجبيل خفيف. اساسي اساسي مو وايد يعني خفيفه ما عليك كثر كثر. لا لا اخوي امورك طيبه ان شاء الله. والحين طيب. نحط النغر مع ليه. بعض اللي هو الحبار. الحبار وجاسم. الحبار اخوي نحن شو نسوي كلامنا كله شعبي. والروبيان ايه تمام اوكي. بنحرك شوي وبعدين شو بنحط فوقهم؟ الحين نخليه شويه ينطبخ بعدين بنحط الماي بنحط البهارات تمام. بنحط عليه الرز بنسكر عليه بنسكر عليهم سكر عليه ياخذ 20 دقيقه ويخلص ان شاء الله. طيب نحن بهي الاثناء لبين ما جهزت طبختنا بعد ما طبقناها كلياتها ايوه وتجهز السمبوسه تبعنا رح نطلع البريك كثير كثير بسيط انا وانت ابو جاسم ونرجع مره ثانيه لهم بريك وراجعين. بريك وراجعين ان شاء الله. ايوه احمس 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 احمس, أحمس. عم بحمس خلاص بعد ما ثبتناهم لهدول نحن لازم ننتقل لطبخه ثانيه. ايوه نخلي على الراحات نقصر على التوله يا عيني عليك اللي هو النار يعني تمام. ايه الحين وننتقل لحتى نقطع أيوة. الباقي هاي الاكله شو هاي عندنا نحن بنسوي صالونه الدياي من شان عشان الفريد فريد ال فريد الدياي الدجاج اوكي ما عم تطلع معي الدياي خلاص دياي دي ولا الدجاج امورك طيبه خلص مهم ناكل اخر شيء راح موت من جوعي أنا. طبعا هاي الكوسه مقطعه لازم تقطع كبار البصل كذي تقطيعه كمان كبير ايه بس بس تقطيع بس النص اللي عطنا شيف عليه النص هذا البصل والكوسه أيوة. وشو كمان بس هالكثر ها بصل وطماطه وجزر تمام اوكي وفليفله فليفله يسمونها انتم ايه شو بتسمونه نحن نسميه فلفل بارد فليفله نفس الشيء ايوه خلاص طيب نحن رح نتركه للشيف يقطعهم اوكي نحن هون شو المكونات باقي مكونات هاي الاكله شو هي باقي المكونات الله يسلمك عندنا الدياي مبهر شو بهارات البهارات فلفل اسود تمام. بزار بهارات عربيه نسميه بزار نحن تمام فلفل اسود بزار فلفل احمر خفيف وكركم وكركم وملح حلو كثير انتهى طيب ومعه الطماط اللي احنا طماط قطعناه اوريدي نستخدم الليمون اليابس كمان عشان يعطيه نوخه طبعا هذا اساسي في المطبخ الاماراتي تمام وعندنا هني الكزبر الله يسلمك تمام البهارات نفس المكونات نفسها تماما هاي الست المكونات نحن في كل الطبخات نستخدمها حلو طيب انت اللي بعد بس الفرق شو القياسات بس الفرق تمام مثل ما تشوف عندك الكركم الفلفل الاحمر الكزبره الكمون فلفل اسود والبزار تمام طب انا اللي بعرفه انه في شيء بتحطوه تحت الدجاج اللي هو شيء خبز معين او شيء خبز رقاق تمام عقب ما نسوي الصالون احنا عاملينه اوريدي جوا ايوه تمام نحن عشان الوقت يعني وايد شايف خليني انا اللي اعملهم معليش خليني انا راح اجرب انا اليوم بس اذا بينحرقوا ما الله الله عاد الله الله يا هني عندنا سمبوسه الجشيد سمبوسه الجشيد احطهم كلهم هي. طيب ايوه عدت حمراء مو بتخلي مره بني تمام على حسب انت كيف تحب يعني مقرمش مقرمش لازم شوي تلعب في عقب ما تخلص ايوه
هيك أيوة. لازم تضله أيوة. يتحرك أيوة. مشان تضله أيوة. أيوة. ما أيوة. تنحرق أيوة. نخف شوي النار علي تمام والله هي نار عالية أيوة. طيب خف النار ما ياخذ يمكن دقيقتين بس شوف قام يتحمر هذا عن جد إيه سريعة إيه. هاي الأكلة خرج عزابية برمضان يعملوها بس. طيب نحن بعد ما قلينا هون معلش بس شيف علي شيلهم مشان ما ينحرقوا أنا بحرقهم والله طيب نحن في عنا كمان أكلتين تانيين أوكي تمام الهريس وال والعرسية تمام الهريس وحب الهريس حب الهريس هيك حب الهريس نسميه نحن معلش شوفها بس أول شيء مشان أقول لك نحن شو بنسميه أوكي طيب هذا هي اسمها حنطه نحن حنطه نحن نسميه حب الهريس تمام شفت تبادل الثقافات عندي بالبرنامج مشان تعرف انت بتستفيد هذا الهريس الله يسلمك لازم نودنه في المي نودنه يعني نحطه في المي تقريبا اقل شيء 8 ساعات 8 ساعات 8 ساعات معها اللحم اللي نحن اوريدي مجهزينه اللحم اوريدي ينطبخ الحين اللحم تمام بس شو الطريقه ولكن تبعه ولكن هذا لازم يتودن في المي 8 ساعات تمام وبعدين تحطه مع اللحم ينطبخ بعد كم 10 ساعات 12 ساعه كمان 10 ساعات كذي تمام في نصهم يطبخونه يعني يمكن في اربع ساعات خمس ساعات تمام في ما يضبط ما يضبط مثل ما تعطيه على راحته يعني بده وقت نحن هذا اللي بده وقت ويعني يطلع شيء طيب ومن الاخر تمام يعني. في له بهارات معينه بعد ما نحط البهارات الله يسلمك ملح بس ملح ولحم وحب الهريس خلاص وخلصت طيب هاي الاكله نعم. كمان خلصناها هي. نحن شو عنا الاكله اللي بعدها اللي هي شو العرسيه اللي هي شو بدي اياه يسويها طيب شو مكوناتها هذا رز عيش نفس الشيء عيش وملح ودجاج فقط مثل هاي بس هاي عيش وملح ودجاج بس الطريقه نحط العيش مع الدجاج مع الملح والسكر الجدر ونخليه على راحته خلاص بهي سهوله بس نبطل الجدر عنه ونضربه خلصت العرسيه تمام حلو كثير شو خلصنا اللسم يا عيني يا انا لو انا عملتهم كنت حرقتهم 100% يعني قلت لك سهله بس لا لا بالعافيه عليك بالعافيه عليك طيب نحن فعليا عملنا خمس اكلات اوكي بلشنا بالسمبوسه ايوه اللي شو في بقلبها جيد يا عيني عليك هي قول ولد الولد ايوه ايوه وثاني وحده عملنا مجبوس الروبيان والحبار نعم اللي عملناها هنيك أوكي. وبعدين رجعنا حكينا عن الهريس الهريس والعرسيه والعرسيه وشو كمان لسه ضل عنا لسه اللي موجود الله يسلمك عندنا الجيمات اخر شيء تريد الدجاج تريد الدجاج اوكي تريد الدجاج أوكي. هذا التريد اللي راح نحط تحته الخبز الخبز يتقطع تمام الخبز يتقطع كامل وينخلط مع مع المرق يعني تمام مع الصالون ومع الدجاج وهو اوريدي حكينا عن بهاراته ايوه طيب. الحين بنطبخ الفريد طبعا طيب يلا اوكي اول شيء نبدا بالدياي يلا الحين من يحر الزيت نحط الدجاج المبهر دجاج مبهر اوكي بس يحر الزيت ونحط الدجاج أوكي. المبهر الزيت شوي خفيف يعني معلش اوكي حطه وين خفيف ما شاء الله الغاز قوي عندك وبعدين نحط المي ومنسكر عليها طيب ونحن نقيس الملح يعني نقيس الملح ونسكر عليه وقت اللي بدنا نجهزه منقطع الخبز ومنحطه ايوه ومنسقيه بالمرقه اللي طلعت منها ايوه ايوه وبعدين منحطه فوق ما شاء الله عليك فاهم يعني يا عيني خلص صرت انا خبير بالاكلات تبع اي سفره اماراتيه هي بس تزوروا شيف ابو جاسم صيروا تعرفوا تعملوا سفره اماراتيه من خمس اكلات وبسهوله ولكني انا يعني اول مره بطبخهم وصرت حافظهم يعني صراحه يعطيك العافيه لا صراحه مبيض الوجه صراحه طيب معناها نحن رح نكفي طبخنا كلياته قبل أوكي. ما نروح لحتى نبلش ندوق ويجي وقت الافطار يعطيك العافيه بس رح ارجع اذكر بالخمس اكلات يلي اكلناها تعد لي اياهم ابو جاسم اول شيء السمبوسه عندنا مجبوس الربيان والحبار عندنا فريد الدياي عندنا الهريس والعرسيه يا عيني عليك انطرونا هلا لنشوف قد ايه رح يطلعوا طيبين من تحت ايدي انا وابو جاسم ولنشوف اذا انا رح اخسر ولا هذا التحدي ولا رح اكسب بنشوف يلا خلينا نكفي شكرا الحين نبدا الله يسلمكم ايوه نحط البصل نحط الخضروات كلها مره كلها الله يسلمك اي نعم ايوه ايوه خلاص وبعدين سلام. يا سلام نحط البهارات طبعا انت البهارات خلاص انت خلاص شاطر بالبهارات البهارات اول شيء ملح عمان ملح خاشوقه بس ما نكثر وايد وخاشوقه تبزار الله يسلمك اوكي تبزار وعندنا فلفل احمر خفيف خفيف بس اللي خفيف بعمل هيك خلاص حبصها. اوكي كركم 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 خاشوقه خاشوقه كركم اوكي ونحط ويا المويه المرق الجدر يا اخواني مرق الجدر كامل عشان ما يقبض الجدر من تحت كمان بعد بدك مي هي بعد هي بعد
سلام عليك يا سلام عليك. بعد تمام. بعد بعد واحد بعد. بعد واحد عشان اسمها صالونة يعني لازم الماء يكون زايد. صالونة يعني مرق الدجاج. مرق الدجاج أيوة. أيوة. والحين نخليه على راحته. بنغطيه ونخليه. نغطيه ونخليه على راحته ينطبخ ليه ما يقول بس عقب شو نطعم الملح نقيس الملح أوكي. ومنشوف تمام. والف عافية. وهيك نحن نكون خلصناهم. خلص. صحيح. يلا. إيه. وجاسم هلا خلصنا الخمس اكلات. اي نعم. وكيف شفتني كشيف مساعد صراحه ما عليك كلام. خلاص نعم صح احنا صايمين بس ما شاء الله فرش. خلاص انت شخص يعني فنان صراحه. خلي لي اياك وجاسم يعطيك العافيه. خلينا معناها نروح على مائده الافطار نشوف شو طلع معنا واذا رح نخسر بهذا التحدي ولا لا. يلا ابو جاسم يلا حياك الله. تعال ابو جاسم بعد ما عملنا هالاكلات الطيبه انا بس ناطر ذوق الحين بذوق احلى اكل اماراتي. خلاص انا ناطر هي السفره إيه؟ الاماراتيه اصلا لحتى بلش دو شو بدنا نبلش. نبلش بالتمر اول شيء بالتمر طالع يلا هات لي اول شيء بالتمر. بالتمر هاي السمبوسه الحين برايك السمبوسه ايوه وين السمبوسه. السمبوسه البحريه هاي يا عيني ما لذة وطاب. انا اول مره بحياتي إيه؟ بسمع انه السمبوسة سمبوسه بحريه عندك الربيان الجشيد القباب المالح اللي تبغي عشي صار جشيد هذا القرش ولد الولد هيك اسمه. اي نعم ولد الولد نسميه طيبة. ولد الولد شو طيبه هي في بقلبه اكثر من وحده في يعني. ربيان وفي مالح وفي قباب بدي ذوقهم كلهم هي الف عافيه عليك وعندك هني بصراحه جاي ذوق طبعا باقي الاشياء لازم نذوقها بعد يلا اعطينا احنا ندخل سجيل مثل ما تقول خلاص ايوه تعبانين مثل ما يقولون تعبانين حضرنا بدي إيه؟ اكل ما انا ناطر يا ابو جاسم إيه؟ عندك اللقيمات الهريس العرسيه مجبوس الربيان خفيف يعني يكون وعندك فريد الدياي طب خلينا شو بدك انا نبلش اول شيء شو بدك تضيفني اول شيء والله ضيفك بالهريس الله يسلمك يلا هريس اللحم هات طبعا باليمين لازم نغرف لك يا عيني شوفوا كيف هاي يسمونه عندنا يتمايط يتمايط يعني شو شرات الموزاريلا ايوه هاي جوده الهريس هيك بتكون معناها اصليه يعني ايوه معموله هاي بالضرب يعني مش بالماكينه تمام اي نعم وعندك هاي عرسيه الدياي بعد عطنا رايك تسلم الايادي تسلم الايادي بالعافيه هذا الدياي ها هذا الدياي بالعافيه عليك هاي العرسيه ايه وعندنا هني الجيمات خليني انا اعبي لك والله يلا بالعافيه تفضل خذ راحتك انت بعد انا تارك الجيمات لحتى اتحلى فيها بس هي بالذات وين المعلقه اعطينا معلقه اوكي هي بالذات لانه انا تعبت فيها وحبيتها كثير اوكي لاني حطيت نفسي الموضوع انا تغرف لك انت اول شيء ما يستوي انا بدي ضيفك مو بيت بيتي الله يعطيك العافيه انت قلت لي البيت بيتي من طيبك خلاص خلي لي اياك انا هي متحمس لها جدا جدا نحط لك شوية بعد تمام إذا حاب يعني أشار أكيد أكيد أشار أعطينا خفيف حطها فوق ال خفيف شوية يعني تمام أوكي يا بالعافية عليك ونحن بناخذ شو ناخذ النهريس بعد هذا المشبوس الإماراتي يا عيني إيه نعم بهارات عربية مرة جرب من الفريد شوية يلا خفيف يلا اغرف لك شوي يلا يا رب هذا مسوينه بالخبز خبز الرقاق خبز الرقاق هذا خبز اماراتي اي نعم تمام يعني محتار اقول لك انا وحده اطيب بيناتهم محتار اقول لك انا وحده بدي كفيها اكثر من الثانيه بالعافيه عن جد تسلم الايادي وشكرا على حسن الاستضافه الله يسلمك كل انت عن جد كل تستاهلون كل خير وانتم بعد ما قصرتوا طيب انا فعليا لحد الان رح تسد نفسي اذا انا ما عرفت حالي اذا رح فوز ولا لا هي. خلونا نجيب الفاتوره نشوف اذا احنا حنفوز بهذا التحدي او لا بعد النطره والطبخ كلياته والجوله باحلى مطعم عن جد شكرا متفائل متفائل بالخير ان شاء الله ان شاء الله متفائل بالخير امورك طيبه يبل الفاتوره الفاتوره مشكور شكرا 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 بجاسم ها وعدتني قبل ما اشوف ما بدي انصدم تشوف السعر بس شوف السعر صار كثير يا عيني ابو جاسم يا عيني ابو جاسم
الله يخليك ويحفظك بالعافية عليك. خمس أكلات إماراتية ب 85 85 يعني الواحد قديه بيطلع؟ ما بيطلع كثير بالعافية. هي وبكفوا لأكثر من شخصين صح؟ يستاهلون والله يستاهلون. حبيبي أبو جاسم شكرا كثير أول شيء إنك فوزت. العفو 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 بالعافية. وشكرا كثير على حسن الاستضافة وعلى الأجواء الرائعة. وأنتم بعد مشكورين وما قصرتوا الصراحة. يخلي لي وأنت منور المكان بعد. الله يخليك وأنا رح أرجع زورك أكيد. تسلم. وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير. والصيام مقبول إن شاء الله. يخلي لي إياك وينعاد عليك يا رب. بدي أشكر كل الأشخاص يلي عم يتابعونا على مدى حلقات بان مع كنان. أنا ناطركم دايما بنفس الموعد. طروني بكرة أشوفكم خير. كل عام وأنتم بألف خير. بان مع كنان مثل ما هو ما خلاص عطيني. يا مرحبا الساعة ولا يسدد خلي لي مرة ثانية. يلا ابو جاسم خلينا نشوف. يا اوكي ندخل يا بعض. سوري يا اخي ما قلتوا لي يا اخي مرة ثانية. الشهرة صعبة. يا مرحبا ورمضان كريم عليكم وين ما كنتوا عم تشوفونا. نحن بدي اقول حياكم الله. خليها Thank you.